مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من اهلا بالاصحاب. حلقتنا اليوم رح بتكون مقسمه على شكل التالي. بداية رح نحكي عن التصرف الحسن، بعدين رح بخبركم قصة، بعدين رح ننتقل لبسينة أو كلب، رح نحكي عن حيوان جديد، بعدين رح بجاوب على سؤال رح بيطرحوا علينا صديقنا بوبو، بعدين رح بنحكي عن رح اتعلم شي جديد، وبنهاية البرنامج رح بجاوب على سؤال ماذا لو. بس بداية ومثل كل حلقة منبلش بالتصرف الحسن. اليوم يا أصحابي رح نحكي عن عاملي المجتمع يلي هن أشخاص بيشتغلوا بالمجتمع ولازم نحترمهم لأنه عم بيقدموا كتير كتير من وقتهم ومن جهدهم كرمالنا كلنا. فمن هم عاملي المجتمع؟ عاملي المجتمع هن مثلا ساعي البريد، أمين المكتبة، رجل الشرطة، الطبيب، الممرض، رجل الإطفاء، طبيب الأسنان، الصيدلي، سائق حافلة عمومية، عمال النظافة، وأكيد في غير وغير من الأشخاص من عاملي المجتمع اللي عم بيقدموا كتير كتير من وقتهم وعم بيضحوا كتير من وقتهم كرمال المجتمع. فنحن منشكرهم من كل قلبنا، ولازم انتو دايما تشكروا الاشخاص يلي عم بيساعدونا وعم بيساعدوا المجتمع يلي نحن مننتمي لإله. قصة اليوم، قصة اليوم بتحمل عنوان حق لي ان يكون لي بيت، حقوق الطفل. اليوم فاتت المعلمة ندى على الصف وسألت كل التلاميذ سؤال، طرحت عليهم سؤال يلي هو: مين منكم بيعرف أي معلومة عن حقوق الأطفال؟ أكيد التلاميذ كان عندهم بعض الأجوبة، وأنا كمان كان عندي كتير أجوبة، خاصة أنه أنا بقرأ كل يوم. فرفعت إيدي وقلت لها للمعلمة، قلت لها: يحق لكل طفل أن يكون له بيت. فقالت المعلمة: عفاك يا غسان، هيدا جواب ممتاز. وبلشت المعلمة تفسر انه حول العالم كل طفل بحق له انه يكون عنده بيت يقوي، فكل طفل بحق له انه يكون عنده عيلة يعيش معه تهتم فيه. فرفعت ايدها رانيا وسألت المعلمة: واذا في اشخاص او في دول ما بيهتموا بهيدا الحق شو بصير؟ فردت عليها المعلمة وفسرت له: من هون أهمية وجود المؤسسات والجمعيات يلي بتهتم بتطبيق حقوق الطفل، وإنه تراقب جميع الدول وتطبيق جميع الاتفاقيات حول حقوق الطفل. كتير انبسطوا التلاميذ بالمعلومات يلي أخذوها عن حقوق الطفل، وعرفوا كتير منيح إنه يحق لكل الأطفال بالعالم إنه يكون عندهم بيت يقوي. بسينة أو كلب. اليوم يا أصحابي رح نحكي عن طائر الكاتب. طائر الكاتب هو بعيش بقارة أفريقيا، وخاصة ينتشر بموريتانيا والصومال. بيشبه طائر الكاتب كتير طائر النسر، وهو طويل القامة بس رقبته منا كتير طويلة. بيصطاد طائر الكاتب هو وعم يمشي على الأرض، وبيأكل الحشرات والفئران والأرانب البرية والثعابين. ولما بيغضب كتير طائر الكاتب بترتفع الريشات يلي موجودة على راسه، فهيك بيكتسب مظهر القوة والشراسة. ولما بده يطير طائر الكاتب بقلب السما، أول شي بيمشي على الأرض وبيركض بيركض وثم يقلع وبحلي. أسئلة صديقنا بوبو. اليوم صديقنا بوبو عم يسألني: لماذا الشمس بتصير حمراء قبل المغيب؟ أوك، اللي بفسر لك يا بوبو إنه أنوار الشمس مؤلفة من الألوان كتيرة، مثل الأحمر، الأخضر، الأزرق، البنفسجي وإلى آخره من ألوان. ولأنه لون الأحمر هو اللون الوحيد يلي بيوصل لعيوننا قبل المغيب، من هيك منشوف الشمس صارت حمراء
لأنه اللون الوحيد يلي بيوصل لإلنا عند المغيب هو لون الأحمر، وبالتالي الألوان الأخرى بتختفي قبل ما يوصل لإلنا لون الأحمر ونشوفه. من هيك منشوف الشمس صار لونها أحمر. رح اتعلم شي جديد اليوم يا أصحابي، رح نحكي عن الدماغ، دماغ الإنسان يلي هو موجود براسنا. دماغ الإنسان هو عضو كتير مهم يلي هو بيتحكم بالجهاز العصبي عند الإنسان. وزنه للدماغ تبعو راسنا حوالي 1.4 كيلوغرام. وتخيلوا يا أصحابي الدماغ مؤلف 75% منه من الماء، والدماغ بيواصل النمو تبعوله حتى أواخر الأربعينيات، يعني نحن وقت بيصير عمرنا أكثر من 40 سنة بكون الدماغ بعده عم ينمى، وبيبقى الدماغ مستيقظاً حتى لو نحن نايمين، فهو بيشتغل لضخ الدم والأكسجين للقلب. بالفقرة الأخيرة من حلقتنا لليوم بتحمل عنوان ماذا لو؟ واليوم رح بسأل هذا السؤال، ماذا لو نسيت دفتري في البيت؟ لكن رحت على المدرسة ونسيت الدفتر بالبيت، شو بقدر أعمل؟ أول شيء لازم خبر لمعلمي، وأكيد اعتذر منها لأنه أنا نسيت الدفتر تبعولي. ودائما يا أصحابي قبل ما تظهروا من البيت اتأكدوا أنه كل أغراضكم معكم، وبتقدروا تتصلوا بأهلكم بالماما أو بالبابا إذا سمحت لكم المعلمة تيجيبوا لكم الدفتر يلي نسيينه، وأكيد بتقدروا تسألوا أو تخبروا المسؤول تبعولكم بقلب المدرسة وتقولوا له أنه أنتم نسيتوا الدفتر تبعولكم. هيك إذا كانت المدرسة حد بيتكم بتقدروا تروحوا على البيت تجيبوا الدفتر وترجعوا. أنا كتير انبسطت أنه رفقتكم بهيدي الحلقة، إن شاء الله تكونوا تعلمتوا إشياء جديدة، وإذا الله راد منلتقى بحلقات جديد. الله يكون معكم.